السلام عليكم. مرحبا جميعا. هذه الحلقة خاصة عن الوسواس القهري. الوسواس القهري 90% من أسباب القلق المرضي والهلع هو الوسواس القهري. بس مشكلة الوسواس القهري إنه في ناس كثير بتفكر إنه هذا التفكير اللي هم بيقوموا فيه تفكير طبيعي، وما بيعرفوا إنه هو في الأساس وسواس قهري. كل الناس بتفكر، وأنا مشكلتي الأساسية إني بفكر أكثر من الناس، بس هو بالأساس مبتلى بمرض الوسواس القهري وما أتشخص، وهو ما كان عارف. وعلى فكرة معظم الأمراض النفسية اللي بتصير للبني آدم بدون ما يعرف، يعني هو ما بيكون عارف إنه هو مريض نفسياً، بيستنزف نفسه جسدياً وعقلياً، بيوصل لمرحلة المرض النفسي وهو مش عارف إنه بيعاني من الوسواس القهري. أنا بحكي إنه الوسواس القهري مرض نفسي مش مرض عقلي، انتبهوا. يعني هو مرض نفسي ناتج عن أفكار وعن أحداث أثرت على نفسية هذا الإنسان مش على عقليته، لأنه المرض النفسي ناتج عن أفكار وعن أحداث أثرت على النفسية مش على العقلية. وهذا الإشي بتعالج بإذن الله، هذا اللي لازم نحكيه. الآن موضوع الوسواس القهري، كيف بصير، كيف بتحول التفكير العادي لوسواس قهري، هذا اللي احنا بدنا نحكي فيه. انت في البداية لما تكون بتفكر بطريقة طبيعية بإشي معين، تخطر في بالك فكرة معينة، مثلا انك انت بتخاف على حياة شخص عزيز عليك، مثلا امك او ابوك. هذه الفكرة اللي بتخطر في بالك انك تفكر في امك او ابوك او اطفالك وتخاف عليهم، هذا اشي طبيعي. لكن تكرار هذا التفكير بصير اشي غير طبيعي. هاي الفكرة اللي بتخطر في بالك انك انت بتكون خايف عليهم، التفكير اللي زيادة بهذا الموضوع بصير شبه اوتوماتيكي. وبعدين المشكلة وين؟ انه انت بصير تفكر بدون وعي، وبصير تخاف بعديها بدون وعي. وبعدين المشكلة انه هذا التفكير يدخل في كينونتك اللي هو التفكير اللاواعي، اللي هو التفكير الوسواسي، حقيقة بيأثر بشخصيتك، فانت بتصير هون شخص موسوس او شخص وسواسي. هذا الاشي ايش مشكلته؟ انه هو بيكبر وبتكاثر من نفس النوع. يعني اي مشاعر انسانية بتكبر وبتتكرر من نفس النوع، مثل الفرح، مثل الوسواس، هذه الأشياء بجمعها شغلة إنها هي بتكبر وتتكاثر في نفس الوقت. علشان هيك إذا أنت كنت خايف أو موسوس من موت شخص معين، بتصير موسوس من الحروب، بعدين بتصير موسوس من أمور كثيرة. يعني مثل اللي خايف إنه البترول يخلص وما فيش عنده بالأساس سيارة، وهاي الشغلة شغلة وسواسية غير منطقية. الآن بدنا نعرف كيف بيشتغل الوسواس. الآن الوسواس بيسبب ألم وقلق، لأنه أنت ما بتتوسوس من أشياء مفرحة أو أشياء جميلة، أنت بتتوسوس من أشياء بتخوف، صحة، مرض، حرب، موت. هذا الوسواس بيسبب قلق وبيكبر هذا القلق. من ضمن الشغلات علشان تفهموا الموضوع مزبوط، أغلب الناس عندها مشاكل في المعدة لما تصير تفكر فترات كثيرة في معدتها وإنها مش مرتاحة، مشاكل المعدة بتصير تغذي الوسواس وبتوصله لمرحلة إنه هو معتقد إنه مريض مرض ما بنشفى، وممكن هذا يساعد في مشكلة القولون العصبي. إذن الوسواس لما يكبر ويتكاثر من نفس النوع، بصير كل إشي بحياته في شك، كل شيء بحياته في خطر، كل شيء بيهدد حياته، بصير يخاف انه يطلع من البلد، بصير يخاف من كل شيء. لما يوصل للمرحلة هاي، هو ما بيكون عارف انه كل هاي الفترة اللي هو مر فيها هي وسواس قهري، وهو ما بيكون مدرك انه هذا الوسواس راح يوصله لنوبات الهلع والخوف. احنا علشان نحاول نعالج السبب الرئيسي اللي سبب الوسواس، في طريقة واحدة ما في غيرها، هي عمل عكس ما بيقول لك الوسواس. يعني مثلا اللي بيخاف من الأماكن المغلقة عنده وسواس من
الأماكن المغلقة، لازم يروح على الأماكن المغلقة. اللي الوسواس تبعه بحكي له لا تروح هذا المشوار، وإلا بصير 1 2 3، أو بصير إشي لزوجتك أو لابنك أو لوالدك. روح المشوار وتوكل على الله. لما يجيك الوسواس ويحكي لك أنت ما غسلت إيديك، مع أنك أنت غسلت إيديك وأنت متأكد أنك غسلت إيديك، لا تغسل إيديك. لما يقول لك الوسواس في رأسك أنه هذا الدواء راح يضرك أو هذا الدواء راح يموتك، لا ترد عليه، اشرب الدواء طالما أنه الطبيب قال لك أنه هذا الدواء راح ينفعك. أي شيء بيحكي الوسواس اعمل عكسه، هذا هو العلاج الوحيد للوسواس، لأنه أنت لازم تكسر الوسواس، لأنه الوسواس زي كرة الثلج، كلما تدحرجت بتظل تكبر 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 لحتى يصير الوسواس ماكل كل حياتك، وانت بصير تتوسوس من كل اشي. على فكرة مثلا في ناس عندهم مشكلة كوسواس، حياتهم عدم لمجرد انهم بظلوا غسلوا بايديهم او بظلوا يغتسلوا في اليوم اكثر من مرة او بظلوا دهنوا ايديهم في سبيرتو الى اخره. هذا الموضوع كلياته بزيد في حالة الخوف والهلع عندهم. مثلا الوسواس حكى لك انه انت عندك ضغط مرتفع، وروح قيس ضغطك. او الوسواس حكى لك انت من زمان ما فحصتش سكري وانت عندك مرض بالسكري، روح افحص سكري لحتى ترتاح نفسيا. انت عندك قلق مرضي موديك في داهية، اول اشي روح تعالج منه، بعدين روح ساوي الاشياء اللي بتنفعك. يعني مثلا انت بتعاني من 10 اعراض او 5 اعراض او 20 اعراض، هذولا معطلين حياتك وكلهم لا يطاقوا، مش مهم. المهم كيف تعالج نفسك او كيف تعالج كل هاي الاعراض مرة واحدة. بتعالجهم مرة واحدة لما انت تعالج تفكيرك، هم كلهم سبب التفكير، تمام؟ يعني اذا انت عالجت التفكير تتعالج كل هذه الاعراض. المهم انك انت تعالج السبب الرئيسي كله بيوقع. بتعالجهم كلهم مرة واحدة لما انت تعالج تفكيرك، هم كلهم سبب التفكير. شو الحل؟ عالج التفكير كلهم بنحلوا، 10 20 30 40، مش مهم. المهم انك انت تعالج السبب الرئيسي. كلهم عاملين مثل غصن شجرة عريض وفي عليه اوراق واغصان رفيعة. لما انت تعالج الساق او القاعدة او تقطع هذه القاعدة فكلهم بسقطوا مرة واحدة. الكل بيسأل انا جربت مرة ومرتين و10 و20، انا بقول لك عادي، جرب 100 و200 لحتى انك انت ظلك انت تمشي على نفس الطريق، وانت ظلك تمشي على نفس الطريق لحتى تطيبي من هذا المرض. اذا القلق المرضي علاجه واحد، والوسواس القهري علاجه هو عمل عكس اللي بقول لك اياه. الوسواس القهري العلاج بالنسبة للوسواس القهري او القلق المرضي هو علاج واحد، هو انك انت تعمل عكس اللي بحكي لك يا الوسواس. وعلى فكرة اي واحد بحكي لك علاج ثاني غير هذا، سواء كان ادوية او غيرها، فهو راح يكون تخدير مش علاج للوسواس نهائي. اي شخص ما عالج الوسواس القهري اللي عنده فكريا وعالج الفكرة اللي بمخه وقلب تفكيره وطريقة تفكيره، ما راح يروق ولا راح يطيب. اخذ دواء سنة سنتين برد يرجع الوسواس القهري. اذا انت لازم تكسر الفكرة السلبية اللي بوسوس لك اياها الوسواس. نفس الشيء القلق المرضي، علاج القلق المرضي انك انت ما تخاف الا من الله سبحانه وتعالى ابدا. فانا بنصح اي واحد بظل يجي الشعور باقتراب الموت انه يصبر، يقعد يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اللهم اني اسألك حسن الختام والوفاة على الايمان، ويجلس 10 دقائق وما رح يحصل اشي. طب هيك انت ما متت خلاص، فلإيش هذا الشعور؟ هذا الشعور ما راح يفيدك إشي. يعني بالضبط بالضبط زي اللي ظلوا خايف من الموت لحتى مات، إيش استفاد؟ كأنه مو يعني زي اللي كان يخاف من الموت وهو عمره 25 سنة وظلوا خاف من الموت وعاش عمره 80 أو 100 سنة لحتى مات، إيش استفاد؟ ضيع من عمره كل هذه السنوات وهو خايف من الموت، ماتت كل الناس اللي حواليه وهو لساته عايش وما مات، فهذا الخوف اللي هو كان يخافه ما استفاد منه إشي.
كذلك اذا جاء الوسواس القهري مثلا وبده يحكي لك بعقلك انت انه انت غسلت ايديك مش ثلاث مرات بس مرتين، فانت هون ابني على الاقل وغسل كمان ثالثة. بس اذا اجاك قال لك ايديك ما نظفنش ورد اغسل ورد اغسل ورد اغسل وتغسل ايديك 20 مرة ولا 200 مرة، هذا اصلا كلياته مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فان الزيادة في الغسل على 3 مكروه في سنته صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد ان تخاطب نفسك، انت تحكي مع حالك بدل ما انه الوسواس القهري هو اللي ظله يقنع فيك بانه لابد انك ظلك تغسل بايديك لحتى ايديك تنظف، واذا انت تابعت هذا الوسواس فانت ما راح يقديك تنك او خزان مي كامل. فلذلك ان تقول لنفسك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يداه في الوضوء 3 مرات وأنا لن أتجاوز سنة نبيي وحبيبي صلى الله عليه وسلم. وتقول في نفسك أيضا أو تخاطب ذاتك قائلا وإن الزيادة في تنظيف الشيء لا تزيده نظافة، والمغسول لا يغسل، وغسل المغسول هبل وجنون. هذا الذي يجب أن تحدث نفسك به، إنه غسل المغسول هبل وجنون ومضيع للوقت، والمنظف لا ينظف والمغسول لا يغسل. بهذه الطريقة أنت تسيطر على هذه الأفكار الوسواسية. لما أنت تخاطب نفسك بهذا الكلام جسمك بيهدأ وبطل ينتج أدرينالين وبتهدأ نفسيتك، وظلك استمر بهذا الموضوع لحتى تروح هذه الأعراض. أنت بتظلك تنتج أدرينالين في جسمك بطريقة مخيفة بسبب الوسواس. شو ما بيحكي لك الوسواس اعمل عكسه، راح تلاقي انه الباور او خلينا نسميه مركز التحكم او صار بايدك، فانت اللي بتقدر تتحكم في تفكيرك. المشكلة انه احنا بنقدر نتعامل مع كثير من الاشياء في حياتنا مع الناس، كل الاشياء اللي حوالينا سحبت منا التركيز في نفسنا، التركيز في افكارنا، التركيز في ادراكنا. الادراك عنا كثير متأخر، مندركش الاشياء في وقتها، مش رايحين ندرك انه احنا الان وين موجودين او شو لازم نعمل اليوم. انت شاعر انك مستقر لكن انت مش مستقر. انا بقول لما انت تقدر تسيطر على تفكيرك وعلى دماغك ساعتها انت بتقدر تسيطر على كل شؤون حياتك. بدي احكي معلومة مهمة جدا، احنا ما بنقدر نسيطر على مشاعرنا بدون ما نسيطر على افكارنا وطريقة تفكيرنا. كيف تتولد عندي المشاعر؟ خطوات تولد المشاعر، صار حدث معين أو صارت فكرة معينة، مثلا شخص غلط عليك أو صار في إشي حدا ضايقك حدا غلط عليك، لما صار الحدث أنا استقبلته وفكرت فيه. بمجرد ما أنت فكرت فيه بعد أجزاء من الثواني بصير تتكون مشاعر كره عندك للشخص هذا. إذا صار الحدث وانت استقبلته وما فكرت فيه نهائيا ما راح يكون في عندك مشاعر سلبية او ما راح يكون عندك مشاعر كره. لذلك دائما في كثير من الاشياء او المواقف في الحياة بلزمنا انه احنا نقطع التفكير، حتى اذا هذا الوسواس بعث لك مسج تذكرك انه هذا الانسان سيء واذاك وانت مظلوم والى اخره، حاول اقطع الفكرة عليه. اقطعها اول مرة، ثاني مرة، 10 مرة، راح تلاحظ انه بعد ربع ساعة او 10 دقائق الفكرة كلها انتهت وتستمر بحياتك بوضع طبيعي. وانت لما ما تسمحش للوسواس يدخل لتفكيرك فانت مش راح تكون مشاعر سلبية، والمشاعر السلبية اصلا هي اساس الالام في الجهاز العصبي في بدن الانسان. لذلك كثير ممن يعانون من المشاعر السلبية دائما يشعرون بآلام في الرأس والمعدة وأطراف اليدين والرجلين، ويشعرون بالكسل والخمول ويدخلون في حالة سيئة من الاكتئاب. فأنت لما ما تفكر في الموضوع وما تسمح لحد يتحكم بعقلك أو تفكيرك ما رح تتكون عندك مشاعر سلبية، وعلشان هيك ما رح تنزعج ورح تستمر بحياتك وانت تتقدم وانت تتطور. هذا اللي انا ذكرته طريقة تكوين المشاعر عند الناس. اذا المشاعر مستحيل انها تيجي سواء كانت مشاعر ايجابية او مشاعر سلبية
إلا بعد أن تقوم أيها الإنسان بالتفكير. لذلك إذا كان هذا التفكير سيقودك إلى مشاعر سلبية، اقطع هذا التفكير، لأنه بعد المشاعر السلبية راح تلاقي نفسك في مشكلة أكبر، وهي الآلام الجسدية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال، لا يوفقنا إليها إلا هو سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.